لمحل نقعد فيه لحالنا ونحكي فيه ساعات بدون ما حدا يزعجنا ابدا. شو بدنا نحكي؟ ليش ما عطلتي هالمره؟ لما قلت لي بدنا نروح على محل حالنا ما خطر ببالي انك عامل هيك مخطط. حابب نحكي شوي. فريحة، بدي افهم شو هالسيران هذا يا؟ ما في ترمس شاي ولا في منقل ولا في اي شيء. بتعرف ثقافتك عن السيران واسعة. يعني هيك شيء عم بحكي عن سيارين ايام زمان مو اكتر. على كل هذا السيران كمان حلو. فريز؟ ليش ما وافقتي على عرضي؟ مثل ما قلت لك يعني بكير كتير. ما رح اقدر احكي اذا بدك تطلع هيك. انت ما عم تحكي شيء اساسا، الشيء نفسه عم تحكيه وتعيدي باكثر من طريقه. بكير كتير، مو وقته هلا، لسه ما صار الوقت المناسب. مكان حلو كتير مو هيك؟ هدوء وأمان. أنت كمان هيك، هادية حلوة بس ما في أمان. أمير أنا قلت لك إني موافقة صح؟ أكثر من مرة قلت لك وللنهاية معك، بس عم بستنى الوقت المناسب لحتى يجي وما أشلح الخاتم. عم بفهمك، عم تحاولي تتصرفي بمنطق. خلافاتنا وخناقاتنا عم تخليكي تفكري، ما عم تقدري توثقي. بس أنا تعودت على فريحة، فيني اتعود على تناقضها كمان. فريحة المتناقضة. اصلا كل واحد فينا عنده نواقص، الشغلات يلي منحاول نخبيها ويلي نحنا منخاف انه نطلعها. حتى لو منطلع بالمراية ما منتمنى انه نشوفه. ورا هالوش الحلو في شخص ما بعرفه انا، ما هيك؟ خلي فريحة يلي انا ما بعرفها ابدا تعرف اني بعشقها كتير. هالكلام اللي عم تقوله مو مجرد كلام؟
رح تضلك متمسك فيني، مو هيك؟ حتى اتمسك فيكي بكفي اطلع بوشك، ولو كان اي وش من وجوهك. بكره بشوفك. باي حبيبي. انت عم تتصرفي غلط فريحة. اتركني بحالي خليل. طيب انت ليش ما عم تتركيني بحالي؟ بفتح عيوني بشوفك، بغمض عيوني بتكوني جنبي. ما عاد فيني اتحمل اكثر فريحة، هربتي من بين ايدي وما قدرت اكمشك. ما عم بقدر اتركك يا فريحة. خليل شيل ايدك عني، يلا اترك. ماشي، ليش ما عم تقدر تتركي إله؟ بسبب مصاري يلي بجيبته لمشان سيارته الفخمة. خليل اتركني. امشي امشي. اتركني ساعدوني. امشي ولين؟ ساعدوني. محمد محمد امشي بسرعة. ولين امشي؟ اتركني اتركني بقى محمد. لا هون. شو عم تعملوا؟ لا شو عم تعمل؟ فهمني. اتركه محمد اتركه. انت بعدي فريحة. لك اختك عم تغلط محمد. انا شو بدي اعمل فيك؟ قال لي شو اعمل فيك؟ محمد اذا بتريد اتركه اتركه. خليل انا عاملتك مثل اخي، بقيت لك ولا فهمت؟ اتركه. دقيقة بس دقيقة، فهمت ولا لا؟ محمد مشان الله اتركه اتركه. محمد انت كمان عم تغلط. وانت كمان اتركه. خلاص 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 اتركه. اليوم أنا وكوراي رح نكون بالمحل قعدة شباب، وأنت إذا فيكي تهربي. مستحيل. مين؟ مو بالكلية في حفلة نهاية العام؟ ليكم بعتولي مسج مشان نحضرها كلياتنا. بدك تروح؟ شو يعني ما بدك تروحي؟ رايحين سوا. بكرة الساعة 11 بالضبط بدي شوفك هون فريحة يا الماس. ماشي يلا بشوفك. أمي وينك أنت؟ آه كتير منيح ممتاز. وأنا كنت رح أقلك نروح عالسوق. أي تمام يلا جاي. يلا ماشي. رايحة هني تهنئة مزدوجة. يا شباب رح فجر قنبلة السنة، أمير وفريحة رح يتجوزوا. ألف مبروك. آه شو هاد عرض زواج بلا خاتم؟ هاي أول مرة بسمع فيها بعرض زواج بدون خاتم. مستحيل اقتناع. والله ما حدا مضطر يخليكي تقتنعي، بكفي نحن منيح.
أمير ألف مبروك. شكراً.